اليوم ان شاء الله غادي نقدموا ميني ساندويتش اللي معمرين بالدجاج، وعندنا هنايا في التزيين في الفليفلات، وان شاء الله غادي يكون عندنا في الحشوه الدجاج بطعم الشاورما. في العجين غنحتاجوا 600 غرام ديال الطحين، معلقه صغيره ديال الملح، معلقه كبيره ديال السنيده، معلقه كبيره ديال الخميره فوريه، وربعه المعالق كبار ديال الزيت. في الحشوه غنحتاجوا بصله مشنفه مصهده شويه في المقله مع زويته بلديه، فليفلات ملولين مشويين مصوطين في زويته، وعندنا هنايا دجاج مقطع بشكل طولي اللي كنا درنا ليه واحد الماريناد اللي هي جوج معالق كبار ديال الخل او الحامض، وجوج معالق كبار ديال لاموطار، ضريس ديال الثومه محكوك، ومليحه، بزار، وهريسه. وفي التزيين غنحتاجو زنجلان وبيض، معلقة صغيرة ديال الملح، معلقة كبيرة ديال السنيدة. غنجمعو العجينة ديالنا تقريبا 300 غرام ديال الماء. هنايا غادي يبقاو عندنا 4 المعالق كبار ديال الزيت، بعد ما تعجن لينا العجينة ديالنا غنعاودو ندلكوهم بديك المعالق كبار ديال الزيت. بعد ما دلكات لينا العجينة ديالنا كتكون شوية مرخوفة، الخبيزه ديالنا بعد ما طابوا كيف ما قلت لكم كيجيو مهويين من الداخل. هنايا عندي جبن ابيض، غنديروا معاه صلصه الباربيكيو، الصلصه اللي فيها الطعم ديال الشوا باش تواسي لينا مع الدجاج ديالنا. كندهنوا الخبيزه ديالنا، غنديروا بصيله مصهده، غنديروا طريفات ديال الدجاج، وغنزينوا بفلافل ملونين. باش نسدو الخبيزه ديالنا غنديرو فرماج فرماج محكوك. هكذا نكونو كملنا الميني ساندويتش ديالنا، نتمنى يعجبوكم. بالصحه والراحه.